قصة جحا والنشادر، يعني هذه قصة. كان جحا يعني مع حمار، أنتم بالكرامة، وحماره يعني لا يصعد الجبل إلا بصعوبة رغما عن كل الضرب اللي يضربه بالعصا. فاستشار أحد أصحابه عن دواء لهذا الحمار، وأنتم بالكرامة. قال له: يا أخي أنا أبغى لدواء هذا الحمار، يابا ما يصعد الجبل. قال له: طيب. قال: هذا حماري كسول وما يصعد الجبل، هذا أبغى له حل. قال له صاحبه، أشار عليه أنه يضع قليلا من النشادر في أسفل الحمار. يعني قال: إحنا كان قدام الواحد يقول لك هبله كذا تحت ذيلها، تحت ذيل الحمار هبلها حبل علشان تظل تشد به وهي تسرع. فهذا أشار عليه بما هو يسوي له نشادر. قال له: هبل نشادر أسفل الحمار وعين كيف تسرع بك. فسرعه بس يعني قال له بالنصيحه هذه، اسرع جحا واجاب هذا النشادر وحطها، اخذ النصيحه مباشره، فجعل الحمار من شده الحراره ومن الالم ينهب الارض نهبا من النشادر هذا، وما يلحقه عاد اي واحد، حتى هو صاحبه جحا ما عاد يلحقه من شده سرعه. ولما دخل جحا محلات الاحتطاب، يعني كان يحطبه، واحتطب، ولما عاد إلى داره أحس جحا بتعب، فتذكر جحا أنه معه دواء يهبله من دواء الحمار، وأنتم بالكرامة. فرح جحا ووضع في أسفله قليلا من النشادر، بس يعني زودها شوية على الحمار علشان يبعد عنهم تعب بالمرة. يقول لك: وهذا جحا فز خلاص، ماذا حين ما عاد إلا التهب جسمه كله وحس بحرارة وألم ويجري في مداره، يقول لك يجري جري هكذا في كل مكان، يعني يقول لك وكاد أنه يهلك هذا النشادر. وراح أيضا كالمجنون إلى بيته يسابق الحمار، فسبق الحمار وأخذها مسافات طويلة وابتعد عنها، ورجع إلى زوجته وكان يعرق مدار، يعني البيت حقه يعرقه عرق من شدة الباب اللي يجري ويتولول. فقالت زوجته: يا ويلاه، يعني قال: يا ويلاه، ماذا أصابك؟ قال: لا شيء، ولكنك إذا أردت اللحاق بي فضعي في أسفلك شيئا من النشادر. فهذه قصة جحا، وقال هذا النشادر يصلح للحيوان والإنسان. فأنت إذا حبيت تلحقيني صادق تقولين وشد، يعني سوي مثلي، هبيني قليل بس من النشادر وجربي. هذه قصة جحا مع النشادر. وإذا أعجبتكم القصة فلا تنسونا من الاشتراك واللايك، والله يحفظكم.